قريب يخش. عاشر مرة أقول الكلام ده، حرام عليكم طهقتوني في عشتي. المتوفيين من باب المسرحة، افهموني بقى، حرام عليكم. محمد سمير أحمد، كسر في عظام الفخدير. الحمد لله، اجري يا واد. مبروك يا أختي. علي حمدي السيد، كسر في عمود الفقري والأطراف. قولوا منين لو سمحت؟ باب السبال التاني يا أخويا، باب السبال التاني. ماهر عبد السيد، شارع النصف. أنا مهلك يا أخويا، نورت بيتك يا سماء. أنا مهلك يا حبيبي، اسم الله عليك. بالراحة بالراحة. وصلت وصلت. أيوه. عايز حاجة تانية في التسعة دقايق؟ ما تجيبوش في حاجة وحشة. سلام أخويا. سلام. تعالي يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ بس بقى بس يا اختي بقى، انا اروح اسلق له فرخه كده يشرب شربتها ترم عضمه. مش من كديه وليا بقى. احنا هنعدي. راجل كان خارج على رجلي. امر الله يا اختي، امر الله. احمد الرب. راح اسحب قايل. خدي الغيره. نورت بيتك يا غالي. نورت بيتك يا حبيبي. يا ماهر، مالك؟ ساكت كده ليه من ساعة ما شفتك؟ عيط يا اخويا، انت خلاص بقيت في بيتك، عيط. اشكر ربنا على كل شيء. امال نشكر الرب على كل حاجة. عيط يا ماهر، ده العياط فرق. عيط يا حبيبي. كفاية عليك يا سعدية. عليك يا مان، ما تقولش كده. أنا أخدمك بعناية يا حبيبي. ده أنا أركع ركبي وأخدمك. أنت ياما شلتنا أنا وعيالك. أهو نتعكز على بعض لحد ما الرب يطلب. الطبق ده شاله الافندي. لو كده عليك سبع شيل. هقول من خمسه بس، وبعدين انت ناسي ان هو شال الدور اللي فات. ما تتكلمناش معاكوا بقى ولا ايه؟ صح. عليه خمسه وانا اتنين. ايوه كده. قول لي بقى، مش ناوي تروح تزور حماك مات؟ يا عم انا لسه جاي من عنده من المستشفى. بس خلي بالك، الموضوع ده فيه سبوبه وتعويض لحماك حلو. يعني صلح الدنيا معاه اليومين دول عشان ينوبك من الحب جاي. يبقى انا قلت لك. يابا الحكومة هتدي ايه غير ملاليك؟ يا ابني لا، ده تعويض فوري 5000 جنيه غير قضية التعويض اللي ارفعها المحامي. 5000 جنيه؟ قلبتلي دماغي. اجيلك بالليل يا احسن. ايوه. سلام. 10 10 ايه؟ يا رب العالمين، يا رب العشرة. يا عم بركة، يا حاج بركة، يا عم بركة. ايوه عم بركة موجود؟ لا والله مش موجود. اي خدمة؟ انا عايزه في شغل ضروري. طب ما تطلع. طرف من هنا. ايوه خش خش يا عم الريس. بنتي تاهت وانا بسرح في الحتة بتاعتكم دي، واولاد الحلال قالوا لي روح لعم بركة وهو هيلفلك عليها بالميكروفون. يا اولاد الحلال، بنت عندها 10 سنين ضيقة صبرة وشعرها اسود. لابسه ايه؟ فستان بني مقطع من على السين. لابسه فستان بني مقطع من عند السين. ولابسه في السين. ولابسه في السين. ربنا يحمد ربنا انها تعبت. قولي يا الله وديع المزارع الحمراء ونور الهجر والشباب عند الله. جيت من على القهوه بدري، يعني مش عادتك. انا ما رحتش القهوه، انا كنت في الكنيسه قاعد شويه مع ابونا. صعبان عليا عم ماهر قوي يا ناديه، وقلت لازم اصلح. وقال لك ايه؟ قال لي الحلفان باطل وادخل بيت حماتك. صحيح؟ ايدك ابوسها يا صبحي.
ألف حمد وشكر ليك يا رب. يعني ينفع أروح له؟ آه روحي لهم يا نادية وخدي 20 جنيه هم، هاتي لهم شوية برتقان على شوية موز وحاولي تروقي الجو وتقربي المسافات. ربنا يبارك لك يا صبحي ما يوقعك في دقيقة أبدا طول العمر اللي أنت عايشه. يلا يا بت، يلا يا ولاد، يلا يا بت، اسحي يا بت، يلا يا ولاد، اسحي يا بت، يلا عشان نروح عند جدكم وجدتكم. يلا ربنا يبارك لك يا صبحي. الله يخليك يا نادية، ده أقل واجب. يلا حبايبي، يلا حبايبي، يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. صلوا على حضرة النبي. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، درسنا اليوم عن طب معلش يا اخوانا نكمل بكره ان شاء الله، ده لو لينا عمر عشان انا النهارده تعبان شويه. السلام عليكم. السلام استاذ سلام. الله يسلمك يا اخويا. السلام زينب. انت يا زينب؟ ايوه يا اخوي، ايوه خير. الراجل اللي كان بيسجل لي بيراقبني، ده مشي وراه الغيط هنا. وعاوز منك ايه؟ انا عارف انت رخله، روح بص عليه من البلكونه هتلاقيه لابس قميص بيج وبنطلون اسود، هتعرفيه على طول لانه غريب عن الحته. حاضر يا اخوي، حاضر. استر يلا، استر استر يا رب، استر يا رب. مفيش حد يا حاج واقف تحت. يبقى مشي، حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارف هم عايزين مني ايه. انا ما بقولش حاجه غلط لحق اي حد، ده انا بقول قال الله وقال الرسول، وبوجه الناس للصواب وبحثهم عن الفضيله وبحذرهم من الخطا والخطيئه. فيها حاجه دي يا اخي؟ ما تكبرش الموضوع قوي كده. هو حد كلمك في حاجه؟ لا ما حدش اصل دول ما بيتكلموش يا سينا، ما بيتكلموش، دول بيعملوا على طول. طب هما يعني مانعين حد يتكلم في الدين؟ فهمني يا اخويا. افهمك ازاي بس وانا نفسي مش فاهم؟ طب اقول لك ايه، الحمد لله الجو عمال يا مصر، ما تروح كده تشوف اي جامع تاني. شوف جامع تاني؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ مقاطين بسكاتك يا زينب، ده كلام تقوليه برضو؟ ما لازم اقول لك ايه بس يا حاج؟ ما تقوليش، اسكتي خالص. انا هدخل اقرا سوره البقره وادعي ربنا انه يبعد عني اللثه. جاهزين؟ ها؟ جاهزين تمام. يلا شاو جاهز؟ يا سمسم جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. يلا بينا. يلا مش مهم. وربنا المعبود احلى من البيت والسوق. بقول لك ايه يا شوق؟ ايه؟ وربنا المعبود. ريحها كده، قعدها تمام؟ يلا بينا. خليها معانا. خش يلا. وربنا المعبود احلى من البيت والسور.
راح فين انتوا ايه؟ انا داخله لشوقي. شوقي مين؟ واحد بيغني هنا. ما حد ساب خبر ان في حد جاي. انا ساكنه مع شوقي في الحته. يا ست ما فيش حد هنا اسمه شوقي. استنى مسا. عارفه يا بنتي لو كنت بتكدبي؟ ولا اكدب عليكي ليه يا اختي؟ الواد بيصدق في هو اللي قال لي ما تكلمي في الموبايل. بقاله 5 سنين مقفل الموبايل. ما انا مش عارف اخر كلمتك عليه دي ايه. بيحبني. مش باني يا حبيبتي. بيحبني انا عارفه بس هو مستعر مني. مفيش حد هنا اسمه شوقي. ليه لسه ما جاش؟ معرفش. اتفضلوا بقى. ماشي. استني الواد بيسا بيحلف لو بيغني هنا. بيسا ده عبيط زيك. يلا يا اختي. زي ما قلت لك جوه بقى، البنات دي لو جت هنا تاني لهم ان مفيش شوقي من اساسه بيجي هنا، اتفقنا؟ ماشي يا استاذ شوقي. اوعى تنسى. حاضر. لا خلاص بقى. لا صباح الفل. ماشي. صباح الفل. وربنا المعبود احلى من البيض والسوق. تمام دي. هات اشمال شويه بقى. مش قلت لكم الواد ده هيكسر الدنيا. عندك حق. قلت لك انا ده انا هنزل له قفيشات تغرق شوارع مصر. عيش عايزك تفرتك الحجر. عيش يا بارك. عيش. اشرب يا بركة. اشرب. عيش يا عمهم. التعبيرة دي تقيل قوي. اللي بايعها اصله تقيل قوي. قاعد قدامك اهو عايز يموتنا. عيب عليك يا اسطى. يا حتة بلدي طلعت اجيال تموت مين؟ تخافني. اشرب. موت انت بس وانا موجود. انا سمعت ان الواد ابنك جاب كمبيوتر. ازاي الصبح يشتغل في الفراشة وبالليل يقعد على الكمبيوتر؟ مش دي حاجة تلخبط الكمبيوتر؟ لا ايه؟ ان الكلب بيكلم نسوان على الكمبيوتر ده عجب. نسوان ما كانتش على ايامنا. ايه نسوان ما كانتش؟ نسوان طول عمرها هي النسوان يا عم بركه. احنا اللي بنتغير. طب بالمناسبه بقى، انت مش ناوي تعملها تاني؟ لا حبيبي انا حلو قوي كده مش ناقص. اشرب يا اسطى. خلينا في الحجرين نوسع الافق ونمط الخيال. عيش. انا كفايه كده انا مش مظبوط. بعدين خايف اروح الاقي الواد جمال لسه صح. انا ما احبش انه يشوفني كده. لازم ابقى مظبوط قدامه. والتعميله دي جامده قوي يا عم. لسه ما شدناش خالص الطقم ده. انت شايف كده؟ لا كده. ماشي يا بركه. ماشي. خش عليه والنبي يا عم. ما تمسك نفسك يا نغم، احنا في الحاره. سيبني يا عم. انت تمسكني في منطقتي. اقعد يا اخويا. بقول لك انت فلوسك عالي قوي اليومين دول يا نغم. ايه في ايه؟ لو ابويا عرشنا يا بيت هيموتني. ابوك ايه يا عم؟ انا هخلع. السلام عليكم. زوغ انت. بكره بقى. ها؟ ماشي. ها بولبر. انا مش مظبوط وعايز افوق قبل ما الواد يجي. اعمل ايه؟ شربت قهوه. تعميره زفت على دماغك. سلام. سلام جمال. ماشي. استر يا رب. تعال يا جمال. انا قاعد مع اصحابي ليه؟ لا والله يا ابو مفيش حاجه. مفيش حاجه. طب خش نام ولو عاوز تقعد شويه ماشي. لا لا انا مش جعان قوي. رحت مع اصحاب السيما. طيب كل وغير هدومك ونام. انا كويس. لا الجو مش حر خالص يا ابو. خلاص يبقى يوم الاربعاء اللي جاي. وانا قلت له ايه؟ والله ما انا فاهم.
يا عبد الله. ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ وايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش مش. اخش فين يا عبد؟ يا بنت خش يا بنت، امي مش هنا يا بنت. بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفية؟ ربنا رزق، هقعد اعمل ايه؟ ادعيلي يا اختي والنبي ادعيلي. صح، الظهر عايزاه يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. روح يا ولية. يا بنتي يا صباح، تربيت الباب ليه؟ بنتي يا بنت، خش الدرجة، يلا الدرجة بسرعة. أيوة ياما، أيوة استني. تلبسها قبل يا بنت. كنت نايمة ياما. نايمة؟ ده وش واحدة نايمة يا بنت، ده وش واحدة نايمة. هاي ياما، أمال يعني كنت فين؟ اللي هنا يا بنت. مين هي ياما؟ مفيش حد. طيب يا بنت، مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مفيش حد ياما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد ياما، مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ اهو. طيب انا تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي، مش قادره تصبري؟ اطلعي يا روحي. والله يا خالتي ما في حاجه حصلت، وربنا ما في حاجه حصلت. هتتدبلي، هتتدبلي يا بنت. رحمه ابويا يا بنت. يا بنت هتتدبلي. ده انا حاطه مراقبتك ومراقبتها. ياما وده ما مش قادرين تصبروا؟ مفيش حاجه حصلت وربنا. انتوا قصدكم مش وش؟ مش وشي يا واد. خالتي والله مش. اطلع بره، اطلع بره، مش هشوف وشك. شو بره، اطلع بره يا جدعان. ما حصلتش حاجه، مفيش حاجه حصلت. روح لامك، روح لامك يا حبيب امك. يلا اسمعني. يا اختي يا اختي، بتعمليني يا تنبيه. يا هتقولي تخليني وش وطي راسي في الحر. قربت يا ابني ولا لا؟ قربت يا ابني. شش، ودي صوت، ودي صوت، صوت ما تطلعش. اتريقي عليا يا شباب الملك العدل عشان اسطرك واخلص. مش قادر تمسكي نفسك يا مالك. راسي. شش، صوتك ما يطلعش يا بنتي. قتلك صوتك ما يطلعش. لا حول ولا قوة الا بالله. دي ضهر ضربة، ضهر شر. خلاصي، خلاصي. والله يا اما زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. والله هو ده اللي حصل، ما حصلش اكتر من كده. والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك. ايه الواد اللي دخلك اوضتهم وامها مش موجوده؟ كنت عايز اقول لها حاجه. يا سلام، عايز تقول لها حاجه؟ طب استلقى بقى اللي هيجرى لك. خدوا مفضلها. تعالي يا صفيه، امشي، اطلع بره يا واطي. امشي، قلبي وربي غضبانين عليك. امشي. تعالي يا اختي، تعالي اقعدي. بصي خالتي، بصي بقى، الدبه اللي جالها محروس ابنك اهي، ما تلزمنيش. جينا بقى للقرف. ليه يا اختي؟ خلاص الواد طلع بره، وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف. نعم. قولي يا خالتي، عايزه ايه؟ ابننا بقى اللي هيخش النار، والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني ايه؟ يعني غلطه وراحت لحالها، ما قلناش حاجه. لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا يعني زي ما تقولي مخطوبين. جرالك ايه يا صفيه؟ جرالك ايه يا اختي؟ ما تشهلي بقى واستطري البيت، خلينا نخلص. يا لهوي، وهو انا مهدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي؟ طب ما يلا يا اختي قربي البعيد. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص احنا ندخلهم الجمعه الجايه. ندخلهم فين بس؟ يدخلوا فين دول؟ يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم. يلا يا اختي، ربي يا خايبه للغايبه، بكره تترمي رميتي دي، هم يتلخموا في عيالهم، وانت بقى دوري على اللي يسال عليكي. يعني عاجبك يلو دراعنا كده؟ سميها بقى زي ما تسميها، المهم الاسبوع الجاي نكتب، واللي من وراه يخشوا. يخشوا يخشوا يغوروا من خلقتي. يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز. وصلي صلي صلي، والنبي صلي صلي على النبي، صلي صلي واتدحرج واجري وتعالى على حجري. يا رماعه ويا رمانه وحدي. ايوه كده يا امه. شانك ترى 100,000 مرة قلت لك خش من غير ولا كلمة، ما انا عارف انه شاي. حد قال لك انه ملوخية؟ معلش يا دكتور، المعلم تعبان قوي وبقاله يومين ما نزلش من البيت، وقال لي اقول لك. بقول لك حط لسانك في بقك واطلع بره. حاضر يا دكتور. اجيب لك حاجه دكتور تامر؟ لا متشكر يا سندينا، مش عايز. في حاجه يا بابا؟ الناس مهدود حيلها، والاكل بقى بيمريش عليها،
الراجل من دول لما يوصل لسن 50 سنة يبقى ملوش لازمة. ده انا اعرف واحد صاحبي لمؤاخذة يعني ما كانش ياخد الحباية المنشطة دي ما يقدرش يسد على بيت. يا بابا حضرتك دكتور وعارف ان مفيش اي علاقة بين الدواء المنشط ده وبين اللي هو عايزه. تهيألك. تهيألي؟ يا بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. الدواء المنشط ده نزل جدول واستعماله كتير بيوصل للادمان، ثم ان في ناس كتير مرضى قوي محتاجين له اكتر من الناس اللي بتقول عليهم دول، والا وزاره الصحه ما كانتش نزلته جدول. بصراحه بابا انا مستغرب من المناقشه في الموضوع ده. ايه حكايتك معايا؟ هو انت كل ما تيجي تقعد معايا يا اخ تديني محاضره؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش قادر افهمك والله. ما تقوم يا عم تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تقرا لك حاجه. الله، انت جاي تشتغل لي انا هنا هتعمل معايا ايه بس؟ اسيب لك المحزخانه وامشي؟ اعمل فيها اللي يعجبك ان شاء الله تحرقك. يا رب تتحرق، يا رب تولع. سلام. امال سألت الواد عليك قال لي لسه ما نزلش من البيت. انا لسه ما نزلتش، مش عارف انا طول تعبان جسمي كله كده حاطط. معرفش انا نمت امبارح ولا ما نمتش. لا لا حلو، خد يا اخوي خد ده خليك زي الحصان امسك. ايوه انت الله يكرم اصلك اهو كده كده الواحد ترجع الدمويه في وشه تاني. انت ليك عندي فلوس ولا قبضت مع العيال الصناعيه امبارح؟ يا سيدي ما تشيلش هم، انت كلك فلوس، انا شايلك للكبيره. وصيلي بس على شاي. سندينا شاي وصاير الدكتور. حاضر يا معلم. خد سكت، يلا اتكل على الله. اهي اهي يلا خلاص شيلي امسك. ها خد يا عم شيلي شيلي اتكل على الله. يلا يلا يا ست الجنيه ده قديم يا عم. قديم قديم، هو احنا بنديها ميه قديمه يعني؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه يا عم؟ ماشي ماشي قد ايه الشباب؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا محتاج اقعد معاك انت والاخ ده شويه، ممكن؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم حفظ، انت هتقف ترغي ولا ايه؟ يا عم استنى بس، في حاجه يا باشا ولا لا 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 لا، مستنيكوا في القهوه يا جماعه. ماشي، انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ هو المايه فيها حاجه ولا ايه؟ ما طول عمرها في حاجه، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ببيع مايه حفظي. في ايه؟ تعالى تعالى نشوف. خلي بالك انا بره من العربيه بسرعه. عادي. لا وبي شكرا. الاستاذ حمزه بينقي رجالته بعنايه شديده جدا، بالذات لما عرف ان انتوا بتقدموا خدمات جديده لاهل الحاره. احنا بنقدم خدمات للحاره يا حفظي؟ عمرنا ما عملنا كده. الله الله على التفاني والتضحية. هو انتوا يا جماعة لما بتقدموا مية حلوة والناس تشرب مية حلوة مش دي خدمة؟ أيوة بس احنا بناخد فلوس على كده. وإيه المانع يا سيدي؟ إمام الجامع بياخد فلوس. انتوا يا جماعة مش عارفين قيمة العمل اللي بتعملوه. طب هو الأستاذ حمزة ده ولا مؤاخذة يعني بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة عنده شركة مساكن سابقة التجهيز. يعني إيه مساكن سابقة التجهيز؟ يعني مساكن اتسكنت قبل ما تتبني. الله الله على الوعي. ايه ده؟ مش جاي؟ رايحين السنترال نكلم ابوك. لا روح انتوا سلمونا عليه. يا واد ما تقوم، قامت قيامتك. اتكل على الله ياما دلوقتي. حاضر كتك القرف. يلا. يعني من الاخر كده، الاستاذ حمزه عايزنا في ايه؟ الاستاذ حمزه نازل انتخابات مجلس الشعب في الدايره عندكم، وعايزكم تقفوا معاه. طبعا ده بمقابل مادي كبير، ويا سلام بقى لو نجح في مجلس الشعب هتبقى امكم ده عيالكم. يا من ناحية الدعاء في شك، انما ماشي شغال ولا ايه يا بلال؟ انا بصراحة مش فاهم حاجة خالص. لما تقابلوا حمزة بيها هتعرفوا كل حاجة. المهم الدعاية الانتخابية هتبتدي من بكرة. اه طب مين بقى اللي هيبيع المية في الحارة؟ يا جماعة يا جماعة المية دي أي حد يشتغلها. أي حد يشتغلها ازاي؟ ده أكل عيشني. حمزة بيه بعت لكم هدية تعارف، دي حاجة كده بسيطة يعني 1000 جنيه. على فكرة المية دي شغلة أي حد. ده أنت طلعت مية من تحت تبن يا بنت. هم البنات في الحارة دول بنات؟ تصلي غلبانة مش دريانة. لو النبي صحيح أعملهم على إيه يا واد؟ تعالى شوفي النسوان اللي على النت، نسوان على حق. وأنت بقى تعالى شوف الصور اللي في أوضتي، إيه شباب إيه وجمال إيه وأجسام كلها عضلات، حاجة تملى العين كده. ايه هو ده؟ احنا مش اتفقنا تشيل الصور اللي عندك دي؟ لما تشيل انت بقى النت اللي عندك والنسوان اللي عليه.
تليفون في ايه؟ ماشي يا صباح هكلمك تاني. خفتي يا اختي اللوكلوك لابوكي يتصل. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا اختي. شكرا لحضرتك قد ايه؟ معلقة واحدة. كتر خيرك. ده البيت نور. منور باهل وناس. يا حبيبتي كتر خير. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايديك يا حبيبتي. شكرا. اشكر ربك يا مهندس انها جت على قد كده. يعني هنشكر من غيره. النصيب. الحمد لله. كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي. وعيشة بنتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا اختي. سألت عليك العافية. وشوقي ده انا بقالي كتير ما بشوفوش. لا اصل شوقي لا شغلانة متعبة قوي ده احنا نفسنا ما بنشوفوش الا كل فين وفين. ربنا يكرمه. استغفر الله العظيم. بأمانة الله هو ولد ابن حلال وفي حاله. يعني هيطلع لمين غير لابوه؟ وهم بقى مقدس هيصرفوا لك تعويض ولا هيطنشوا؟ بصراحة يا استاذ تمام يوم الحكومة بسنة من ساعة ما حصل اللي حصل ده ما صرفوش غير 5000. كتر خيرهم اللي يجي منهم احسن منهم. الا قولي لي يا اختي عادل ابنك بقاله مده مسافر مفيش اي اخبار عنه؟ العوض عند ربنا هو دريان ده حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يهديه ويهدينا يا رب. اسكتي يا اختي على شو. يلا يا زينب. الله ما انت قاعد يا استاذ تمام. احنا قلنا نيجي نطمن عليك. قدر الله ما شاء فعل يا اخوي. يلا يا زينب. انتوا لسه ما شربتوش الشاي؟ لا انا شربته الحمد لله. يلا كتر خيرك يا اختي. يلا سلام عليك فوتي بعافية. خير يا مازن. الله يعافيك فوتك بعافية. هنا البركة. يا عيني عليك يا سعدية وعلى اللي جرالك. يا بنت اجري شوية ايدك اتبلت. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذ تمام؟ اهلا يا صبحي بركة انك جيت تشوف حماد. الواجب بقى هنعمل ايه؟ طول عمرك صاحب واجب يا اخويا. بارك يا اخويا انك انت برضو جيت تشوف حماك. الناس الكبار دول ما يتعوضوش ابدا. طبعا يا خالتي نشكر ربنا على اي حاجه. ما نجيلكمش في حاجه وحشه. يلا يا بت. والله ما في اوحش منه على فكره. الواد صبحي ده مش تمام. بيقعد طول النهار على القهوه وبيلعب قمار. يخيبه بيلعب قمار؟ بس الواد ده كان كويس قوي يا حاج. ولا كويس ولا حاجه. طول عمره مقرف ومطلع عين البنت ناديه. ده حتى الراجل الكبير يا وداه تعبان قوي بسببهم. يلا يلا. يا عيني عليك يا سعديه وعلى حظك المهب. الواد الكبير بقى له 20 سنه وطفشان منها. والبنت المتنيله على عينيها دي بقى قلبها قاسي من ساعه ما اتجوزت. نسيت ابوها وامها. ده القرف بتاع العيال دول. يا ساتر يا رب. العيال كده جايبين التعب لاهاليهم. يلا نعرف ايه العيال اللي طالعه دي. وطي صوتك. كان في الراس انا حطيتها هنا. والنبي يا اخويا ما اعرف. يعني عفريت دخل فتح الدرج وخد الراس وسفها. بلاش عرفني. اسال تامر. وتامر ايه اللي دخله اوضتي وفتش في حاجتي ليه؟ ما طول عمره بيدخل الاوضه وانا حمناه يعني؟ هات امنعيه يفتش في حاجتي ليه؟ ازاي من غير اذني؟ ما خلاص يا عطيه في ايمانك يا اخويا محبكها كده ليه؟ انا محبكها ولا عاملها انا نازل. تعالى هنا. رايح فين؟ هقفل الاجزخانه. واروح اعزف واحد مات في الحاره. نار اسود على الحاره. هو انا كل ما واحد هيموت في الحاره هتقفل؟ واجب. ورغم هذا ما قفلناش. البيت فاتحها. عن اذنك. هات لي معاك برقوق. اه دكتور. معلش انا اسف انا مضطر اقفل عشان عايز اروح. انت عايز حاجه مهمه؟ عايز يا دكتور عايز اقعد بقى يومين. ما نمتش الجسم تعبنا قوي. طيب تحب يعني اجيب لك حاجه للصداع؟ صداع؟ بقول لك بقالي هناك ما نمتش جسمي واجعني قوي. طيب خلاص خلاص انا هجيب لك حاجه للصداع بس اكسترا. اكسترا ايه بس؟ وانت فاكرني ايه؟ فاكرني في عندي لابس جرافطه؟ انا مش فاهم امال انت عايز بالظبط؟ عايز مهدئ كده مرشد بتاع الايام دي. ايوه بس ده هيبقى محتاج لروشته. روشتي في ايه؟ انت بقى عليك جديد هنا؟ امال فين الكبير اللي هنا ده؟ يا عم عطيه يا عم عطيه. دكتور عطيه مش هنا. الله 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 دي اللغه اللي بتنا ولا ايه؟ والله دي اللغه بتاعتي ولو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب البوليس. بوليس؟ طب بوليس بوليس بقى طب خلاص.